حقيقة بالعقل النهاردة مش محتاج فيها كلام كتير جدا. من يومين أنا كنت اتكلمت مع حضراتكم عن بعض الاستديوهات الهزلية اللي قايمة على التهريج والأخبار الغير صادقة. استديوهات هزلية وقايمة على الأخبار الإيه؟ الغير صادقة. وحتى قد يكون بعض من جمهور النادي الأهلي اتهمني بالتطبيل مباشرة كده، عشان أنا حكيت لحضراتكم ماذا حدث في موضوع إمام عاشور. حضراتكم كذا حد من أصدقائي وزمايلي بعتلي: أنت يا كابتن إسلام بتقول كده علشان تسكت الناس، أنت بتقول كده علشان أو بتخبي حاجة أو بتداري على مشكلة أو حاجة من هذا القبيل يعني. طيب الحقيقة إن ما فاتش 48 ساعة إلا وكان الرد حاسما وواضحا من مارسيل كولر. وقبل بس هتقولي يا عم ما هو مارسيل كولر لازم يقول كده، هقول لك لا، مارسيل كولر قال قبل كده حاجات كتير. اللي انا عايز اوصله لحضراتكم، لما قناه النادي الاهلي تطلع تقول لحضرتك ان كل شيء يخص امام عاشور او اي لاعب في النادي الاهلي بيتم التعامل معاها بشفافيه، احنا ما عندناش مشاكل ولا عندنا حاجه نخبيها. محدش يروح يخترع من دماغه، محدش يروح يخترع من دماغه قصة وحكاية وحدوتة ويرميها ويمشي وراها ويخلي كل الناس تمشي وراها، عشان شكلك بيبقى وحش زي دلوقتي كده بالظبط. احنا عمرنا ما نكذب على جمهور النادي الاهلي، عمرنا. انتوا قلت لهم كده، لكن انا عارف ان جمهور النادي الاهلي الحمد لله والشكر لله بيصدقنا بنسبة كبيرة جدا، ولكن عمرنا ما بنكذب. عارف ليه؟ لانه النادي الاهلي ما عندوش حاجه يخاف منها. لو عندي مشكله هقول ان انا عندي مشكله وحلتها بالطريقه الفلانيه 1 2 3، ويطبق الخصم اذا كان هناك خصم، او تديله البونص لو في عمل حاجه كويسه. في لوائح بتمشي على الكبير والصغير سواء خصم او غيره، لكن انت والاستوديو بتاعك مش مهم بالنسبه لنا، مع انكم شاغلين نفسكم وشاغلين بالكم يومين احنا بنقول ايه، تشوفوا احنا بنقول ايه وتطلعوا تتكلموا وتهرجوا براحتكم، ما عنديش مشكله في التهريج، ولكن انا نفسي مره تبقوا صادقين او مره تبقوا صادقين. نفسي مره تطلعوا شكلكم صادق قدام الناس. هسقف لكم مره واحده، مفيش مره، على طول كدابين، على طول بتضربوا اخبار، على طول بتهرجوا، على طول ماشيين عكس الاتجاه عشان الناس تبص عليكم. كولر المدير الفني للنادي الاهلي قال ان مفيش مشاكل مع امام عاشور، بالعكس الامور طيبه وطبيعيه جدا. كولر مش اسلام، كولر قال انه لما شعر باصابته وانه مش بيتمرن بالقوه الكافيه طلب منه يعمل فحوصات طبيه جديده ويرتاح علشان لما يرجع للملعب يرجع احسن من الاول. ده كان كلام كولر من اول يوم، كلام النادي الاهلي من اول يوم، كلام قناة الأهلي من أول يوم، كلام البيت الكبير من أول يوم، كلام إسلام الشاطر من أول يوم. لم يتغير أي شيء. إيه اللي اتغير؟ مفيش حاجة اتغيرت. إمام عاشور هيكون موجود بكرة بالكلام اللي قاله مستر مارسيل كولر بنسبة كبيرة جدا ممكن نشوفه بكرة. الحمد لله إحنا ما بتحصلش عندنا مشاكل من اللي قاعد تهرج في الاستوديو، كان متعود عليها. ف يعني ما عندناش مشاكل، احنا الحمد لله احنا النادي الاهلي لنا تقاليدنا ولوايحنا اللي بتسري على الكبير قبل الصغير، وكل لعيبه النادي الاهلي ملتزمين ومنضبطين، واللي هيخرج بره هذا الاطار من اللاعبين هيتم عقابه. عندنا مدير فني كبير لما بيتكلم بيتكلم بصراحه وبوضوح، لان احنا ما عندناش حاجه نخبيها. بالمناسبه كولر حسم المسألة. النهاردة كنت بتفرج على فريق 2005، كل الناس بعد المباراة لقيتهم واقفين: يا كابتن إسلام، وإحنا شايفين إن أنتوا في قناة الأهلي يعني قولوا لنا دايما الأخبار من عندكم وعايزين نسمع من عندكم كل الأخبار. كل الناس اللي كانت واقفة حواليا بتقول لي هذا الكلام، كان في عدد كبير موجود. فالحمد لله في ثقة كبيرة جدا جدا ما بين جمهور النادي الأهلي وما بين قناته. عشان كده أنا بقول لحضراتكم من فضلكم، من فضلكم والله لما بيبقى في حاجة بنطلع نقول،
وكولر حسم المساله وطمن جمهور النادي الاهلي على امام عاشور وعلى حالته. في نفس الوقت اتكلم على جمهور النادي الاهلي. قال انه احسن حاجه ان بكره هيبقى جمهور النادي الاهلي موجود في هذه المباراه. الحقيقه ان كل يوم بيزيد، انا شخصيا بيزيد اعجابي بمارسيل كولر، سواء بسبب شجاعته او نجاحاته مع النادي الاهلي. راجل عنده كلمه واضحه، عنده مصداقيه في المؤتمرات الصحفيه اللي بيعملها. ما بتفرقش معاه بعض الاستوديوهات الهزليه اللي بتطلع تهرج. ولكن احلى حاجه مارسيل كولر قالها النهارده لما قال ان شعار النادي الاهلي هو النسر، النسر. النسر اللي دايما ليه يعني جناحات. لان النسر ده قال ايه؟ النسر ده لديه الصبر والذكاء ويعرف متى يصطاد فارسته. مارسيل كولر قال برضو انه ان شاء الله هنلعب بكره بهذه الفلسفه مثل النسر اللي بيزين شعار النادي الاهلي. كلام حلو جدا ومحترم جدا من مارسيل كولر، انا سعيد بيه جدا 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 والحمد لله. يعني انا تقريبا ما شفتش مارسيل كولر بقالي فتره، يعني ما رحتش التمرين. ما كنتش متفق معاه مثلا ان هو يطلع يقول هذا الكلام، وهو ما كانش متفق معايا ان انا اطلع اقول هذا الكلام، لا ابدا. ولكن احنا بيجينا المعلومات والاخبار من النادي وبنتكلم وبنعرف وبنقول لحضرتك، ولا حد بيمنعنا ان احنا نقول حاجه، ولا حد بيقول لنا قولوا كذا. انا بطلع زي ما قلت لحضرتك، احنا في هذا البرنامج سنكون مدافعين عن النادي الاهلي، وسنكون مطبلاتيه للنادي الاهلي. زي ما انت عايز تقول قول، اللي عايز يقولها كده يقولها، اللي عايز يقولها كده يقولها كده، ولكن معناها الحقيقي انا مع مصلحه النادي الاهلي وليس شيء اخر. عندي لعبت ماتش يوم الاحد، وعندي ماتش يوم الاربع. لعبت ماتش يوم الاحد في جنوب افريقيا، وعندي ماتش يوم الاربع. هننسى ماتش يوم الاحد ده خالص، ان شاء الله بكره ربنا هيكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه. على الجانب الاخر محمد الشناوي قائد الفريق اتكلم بمنتهى الاتزان والوضوح، وقال ان الاهلي هدفه التاهل للنهائي، وعندنا الخبرات اللي تؤهلنا لخوض هذه المواجهات الصعبة. أكد أن لعيبة النادي الأهلي لديهم تجارب سابقة نجحوا في هذه التجارب لتخطي كافة الصعاب وتحقيق كل البطولات. وكالعادة قال برضو أن وجود جمهور النادي الأهلي هيمنح لعيبة النادي الأهلي دوافع كبيرة جدا، وبكل تأكيد سوف نقاتل من أجل إسعاد هذا الجمهور الكبير الرائع اللي هيكون موجود، وأن كل لاعب سوف يبذل كل ما لديه من أجل الفوز خلال هذا اللقاء. والحقيقة بعد الكلام اللي أنا سمعته من مارسيل كولر أو حتى من محمد الشناوي، فيش كلام تاني أقوله. تركيزنا كله من دلوقتي لغاية بكرة، ما قبل المباراة لغاية بكرة الساعة 8، على دعم الفريق لمباراة بكرة، وبإذن الله دعم ومساندة كاملة من جمهور النادي الأهلي. كل اللعيبة تبقى مركزة في أرض الملعب، نستطيع أن نفوز بهذه المباراة. مرة تانية أنا بس حابب أن أنا أقول وجهة نظري الشخصية، أن هذا الفريق ليس بالفريق المرعب، فريق جيد ورائع وكل حاجة، ولكن عنده مشاكل دفاعية واضحة. إن شاء الله لو استغلينا هذه المشاكل، ده أنا شايف كده، فما بالك بنجم كبير ومدير فني قدير زي مارسيل كولر هيبقى شايف إزاي؟ إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان احنا نقفل الثغرات اللي عندنا، لو عندنا ثغرات نقفلها، ونستطيع ان احنا نحرز في شباك سان داونز في هذه المباراه ان شاء الله. ان شاء الله وتكون مباراه احتفاليه، او بعدها نحتفل مع بعض ان شاء الله. الاحتفال الكبير ان شاء الله هيكون لما نكسب ونتوج باللقب، حتى لو احتفلنا بكره شويه، ولكن الاحتفال الكبير ان شاء الله هيكون بكده.